شوفوا القصه ديال اليوم كان على واحد صويد رهيب على الانستغرام، نتوما اللي اختاريتوها. هاد القصه كانت في واحد الوقت وفي واحد المكان اللي هما مجهولين، لا يعلم القدر ديالهم الا مولانا سبحانه، بحيث انه كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء. من هاد الوقت بالضبط غادي نعرفوا كيفاش بدا الانسان، بل كيفاش خلق كل شيء في هذا الكون، شكون هو اول مخلوق خلق مولانا، وكيفاش خلق ادم وحواء، شنو قال جبريل عليه السلام لادم من بعد ما هبط للارض، وشنو لقى ادم على هاد الارض اول ما نزل ليها، وشنو هي اللغه اللي تكلم بها ادم عليه السلام، مع بزاف ديال التفاصيل في هذه الحلقه. كل شيء هادشي واكثر غادي نعرفوه اليوم ان شاء الله. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. جيت لكم بقصه دينيه اللي دائما كتطلبوها، وانا من عشاق القصص الدينيه، غير هو تنعطيها لكم في الوقت اللي انا كنحس به محتاجه نحكيها، باش تخرج من القلب وباش توصلكم حتى نتوما لقلوبكم. شوفوا بقاو معايا حتى لاخر حلقه، لانه غادي يكون عندي واحد السؤال فخ باش نعرفكم واش كنتم متبعين معايا الحلقه كاملها ولا لا. اجيو نعرفوا قصه الليله، ولكن قبل على هذا المجهود اللي درت لكم وانا اللي لبيت لكم الطلب ديالكم، ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، وتشاركوا في القناه، وانكم تفعلوا الجرس وقت ما حطيت الجديد نتوما اول ما كتوصلوا به، باش نكونوا عائله واحده. ودابا غادي نقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. كل شيء غادي يبدا لما اراد مولانا تعالى انه يخلق واحد الكون اللي هو عظيم، عالم اللي هو كبير، باش يعيش فيه بشر يعمروه ويصلحوه ويعبد الله عز وجل قوم صالحون من أنبياء الله والرسل ومن آمن معهم ويدخلوا الجنة إن شاء الله. فبدأ مولانا بخلق الكون وهو من الغيب اللي ما شهد عليه حتى شي حد سوى مولانا تعالى، ولكنه تبارك وتعالى أخبرنا بالمراحل ديال الخلق ديالو في القرآن الكريم، حيث أنه بدأت أول مراحل خلق الكون بالسماوات والأرض، حينما قال سبحانه أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رصعا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فغادي تكون أول مرحلة من هذه المراحل هي الفتق والرصق، بمعنى أنه الكون كان منضما وملتئما بعضه على بعض، من بعد فصل بالقدرة ديال مولانا تعالى وفتق بعضه على بعض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا الشيء اللي وضح لنا سيدنا رسول الله لما سئل على بداية الخلق وعلى أين كان الله عز وجل لما بدأ الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام أنه كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم أراد الله تعالى من بعد ذلك أن يسوي السماء فسواهن سبع طباقا، وقدر فيهن ما شاء من الشمس والقمر والنجوم وحتى الكواكب. من بعد أحيا الأرض وخرج ما فيها من الماء والمرعى وأرسى فيها جبالا، وكان هذا الشيء في مدة للقدر ديالها 6 أيام، ولو أراد الله سبحانه وتعالى باش أنه يخلقها في لحظة لفعل، فهو القادر على أنه يقول للشيء كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى بغى باش أنه يعلم العباد ديالو الرفق والتثبيت في الأمور، وأن لكل شيء عنده الأجل ديالو والمقدار ديالو. وهنا أتبكى تظهر القدرة ديالو للملائكة شيئا بعد شيء، فالتعجيل أبلغ في القدرة والتثبيت أبلغ في الحكمة. من بعد ما سأل سبحانه خلق الكون قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين الملائكة. فخلق مولانا آدم بيديه فكان جسدا بشريا من طين، ملقى 40 يوم، وقيل بلي أنه 40 سنة، العلم عند الله. فكانوا الملائكة أنذاك كيدوزوا وهو كان مجبد الجسم نتاع سيدنا آدم، فالملائكة أنذاك تخلعوا منه، وكان أشدهم فزعا هو إبليس الملعون، كان كل ما داز من حداه كيبدا كيضربو، كيضرب الجسم نتاع سيدنا آدم لأنه كان جسد بدون روح. فاش كان تيضربو أنذاك كان تيخرج منه صوت بحال كيف كيخرج من الفخار، كان إبليس تيقول كل ما داز من حدا جسد آدم عليه السلام تخلقتي لأمر عظيم، ثم كيدخل من الفم ديالو وكيخرج من الضبور ديالو. فلما شافوا إبليس بلي أنه أجوف بمعنى خاوي، عرف بلي أنه خلق لا يتمالك. هنا إبليس بدا يقول للملائكة ما تخافوش من هذا ولا ترهبوا، فإن ربكم صمد وهذا أجوف، وإن سلط عليه لأهلكنه، وإن سلط علي لأعصينه. من بعد ما مولانا سبحانه نفخ
فيه الروح في آدم عليه السلام غادي يدخل من راسه. فعطس فقالت للملائكة لآدم قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال لي تعالى يرحمك ربك يا آدم. وهنا بدأت الروح تسري في الجسد ديالو وغادي تحول الجسد ديالو إلى لحم ثم إلى دم. فلما دخلت الروح في عينيه شاف إلى ثمار الجنة، ثم فاش دخلت ليه في الجوف ديالو شاه الطعام فوثب، بمعنى تفوه، قبل ما أنها تبلغ الروح ديالو إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. وذلك المقصود بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل. لما استوى آدم عليه السلام مسح الله تعالى على الظهر ديالو، وسقط من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. ثم عرضهم على آدم، فلما شافهم آدم قال الله تعالى أي ربي شكون هادو؟ قال لي مولانا تعالى هذه الذرية ديالك آدم. حينها رأى رجلا منهم يزهر، بمعنى كيلمع وكيبرق من وضاءته ونوره، فقال أي ربي شكون هذا؟ فقال هذا ابنك داود. فقال أي ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. فقال ربي زد في العمر دياله. قال له لا، إلا أن أزيدهم العمر ديالك. فزاد الله داود 40 عام من العمر ديال سيدنا آدم، واللي كان قدر ب1000 عام. وبذلك كيكون عمر داود عليه السلام 100 سنة وعمر آدم 960 سنة. ثم كتب الله تعالى عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. من بعد غادي أمر الله تعالى الملائكة باش أنهم يسجدوا لآدم، فسجدوا الملائكة كلهم، وآدم كينظر للملائكة سجد ليه، لا طبيعة الحال ماشي عبادة ليه ولكن تعظيما واحتراما شنو مولانا خلق. كان واحد المنظر اللي هو عجيب ومهيب، فكل الملائكة كاملهم سجدوا وما تخلف منهم تشي حد على هذا الأمر ديال مولانا. ولكن هما ساجدين كاين واحد المخلوق اللي هو حقير ما بيناتهم، اللي هو ماشي من الملائكة، بقى واقف بلاصته ما تحركش، أرفض السجود لآدم عليه السلام، غادي يعصي الأمر ديال مولانا. فكان هذا المخلوق هو إبليس، المخلوق اللي خلقه الله تعالى من النار ثم تكبر وكفر وجحد، فلعنه الله عز وجل، فلعنوا مولانا وطردوا من الرحمة ديالو وأصبح شيطانا رجيما. من بعد ما رفض أنه يسجد لآدم لأمر الله تعالى كاع الملائكة باش أنهم يسجدوا ليه، ولكن داك إبليس بدا كيشوف الملائكة وهما سجود كيتكبر وحقد وحسد. لما سولوا مولانا على سبب الامتناع ديالو للسجود وهو أعلم بذلك قال بكل غرور وبكل كبر، أنا خير من هذا المخلوق الجديد، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد له وأنا خير منه؟ وهنا كان الأمر الإلهي الرباني بطرد هذا المخلوق العاصي المتكبر الكافر، فطرد مولانا تعالى من الرحمة ديالو ونزل عليه اللعنة إلى غير رجعة، فصار شيطانا رجيما. ثم سكن مولانا تعالى آدم الجنة وحذروا من إبليس والكره ديالو، وبلي أنه غادي يحاول باش أنه يخرجوا من ديك الجنة أو لا يخرجوا من ذاك النعيم اللي هو فيه. ولكن آدم عليه السلام كان مخلوقا على الفطرة، فغادي يطيح عليه السلام في المعصية من بعد ما غواه إبليس، لأنه التفاصيل تاع الحكاية لا داعي غادي تلقاوها عندي في القناة، لكن عموما غادي يغويه إبليس وكلا من الشجرة اللي نهاه مولانا على الأكل منها، فأخرجه الله تعالى من الجنة ونزلوا الأرض. ومن هنا غادي تبدا مرحلة جديدة ما بين آدم وإبليس. فقيل لما أنه آدم نزل للأرض لقى نفسه على قمة الجبل في الهند وحيدا فريدا، فبدأ كيتلفت آدم عليه السلام يمينا وشمالا وكيشوف بالنظر دياله إلى الأفق البعيد، فلا يجد إلا الأرض والسماء، ويحس بواحد الرهبة بواحد الخوف، وتذكر الجنة اللي كان سعيد فيها بجوار مولانا تعالى في الرحمة دياله وفي النعمة دياله كيتنعم فيها. ولكن دابا ما عرف شنو غادي يدير، ولا وحيد، فين حتى هي حواء اللي كانت معاه في الجنة كانت كتونسو وكانت كتهضر معاه، أين النعيم اللي كان فيه؟ دابا تيحس من جهة حواء إلا بالشوق والحنين باش أنه يلقاها، وكان كل الرجاء ديالو أنه يلتقي بها على هاد الأرض، فبدا كيتلفت وكيقلب عليها في أي مكان ولكن ما لقاش لها الأثر. دمعت عيناه وسالت بالدموع، تضرع لمولانا وندم على شنو دار اللي كان سبب في الخروج ديالو من الجنة، بكى شوقا للقاء حواء على الأرض الزوجة المؤنسة ديالو اللي هو ما عارف فين هي في هاد الأرض ولا حتى كيفاش أصلا غادي يوصل لها.
إذ كانت حواء في هذه الوقت عليها السلام في هذا الوقت في أرض مكة وحيدة بنفسها حتى شي حد ما معها وما كيبانش لها الأثر ديال سيدنا آدم نهائيا وما كتسمع ليه حتى شي صوت ولا حتى شي همسة ما كانش أنا ذاك حتى شي صوت من غير الصمت كان السكون والفضاء اللي على الأرض هو اللي كان كيعم المكان وحتى الزمان ما كانش حتى شي مخلوقات من البشر إلا آدم وحواء وهم دابا راهم تفارقين وعن سعيد بن جبير قال بأنه لما هبط آدم عليه السلام الأرض كان لا يوجد على هذه الأرض إلا حوت والنسر فكان النسر إذا أمسى أهوى إلى الحوت فكيبات عنده فلما رأى النسر آدم الوقت ديال النزول دياله غادي يمشي للحوت وقال له يا حوت لقد أهبط إلى الأرض واحد المخلوق اللي هو عجيب كيمشي على رجليه وكيبطش بيديه فقال لي الحوت إن كنت صادقا فيما تقول فما لي في البحر مهرم ولا لك في البر مهرم كيقصد بلي أنه غادي يصيدهم شي نهار فبقى آدم وحواء كيبحثوا على بعضياتهم لما تعبت حواء من كثرة البحث على آدم وما لقاتوش بكات واشتد بكاؤها حتى كادت أنها تموت من كثرة البكاء ديالها والحزن غلبها النعاس في أرض مكة ونام آدم في الهند أيضا من كثرة التعب فبدا النهار كيمشي والليل كيطيح من بعد غادي تشرق شمس السماء فقام آدم عليه السلام من النوم ديالو باش يشوف أول صباح على وجه الأرض وهو كيراقب الشمس وهي كتشرق بنور الله تعالى وقيل بلي أنه كان معاه الحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة نزل بهم آدم عليه السلام من الجنة فلما استيقظ من النوم ديالو وجدهم بلي أنهم نشفوا لي وتمزقات الأوراق ديالها وتقطعات حتى سقطت الأوراق على الأرض فنبت الطيب في أرض الهند هناك وبقى آدم عليه السلام كيمشي في هذه الأرض الواسعة لما كيشوف فيها إلا نفسه كيقلب على حواء أو على أي مخلوق من غيرهم فقال يا ربي أليس في هذه الأرض أحد غيري يسبحك ويحمدك إلا أنا قيل بأنه جاتو شي كلمات في المعنى ديالها أن الله تبارك وتعالى سيجعل في هذه الأرض من ولد آدم وذريته من يسبح الله عز وجل ويحمده ويقدس له هذا الوقت اشتاق آدم عليه السلام باش أنه يطوف بالبيت الحرام كيف ما كدير الملائكة حول العرش في السماء ومشى مسرعا باش يوصل لمكة وهناك شاف من بعيد صورة نتاع طيف يسير ويسرع غادي يقترب منه وفي هذه اللحظة غادي يتلقى حواء ديالو وزدادت الضربات ديال قلبه ومشى لعندها فرحا مسرعا لقى حواء المؤنسة ديال الفؤاد ديالو الزوجة اللي هي اللي بقات ليه من الذكريات ديال الجنة فلما شافته حواء احتضنته وانفجرت في البكاء وبكى آدم أيضا فرحا وسرورا بهذا اللقاء اللي شحال هو كيتسناه قيل لأنه آدم وحواء غادي يتلاقوا في جبل بمكة فسمي مكان اللقاء ديالهم والتعارف ديالهم هو عرفت اللي كنعرفوا حنا اليوم واللي ولا جبل كيتعرفوا فيه المسلمين من كل بقاع العالم في مناسك ديال الحج مشى آدم وحواء عليهم السلام إلى بيت الله عز وجل فطاف حول البيت وقاموا بمناسك الحج والعمرة وبدات الحياة على وجه الأرض الحياة اللي غادي تكون مليئة بالتعب والمشقة ما غادي تدوز إلا ساعات حتى بدا آدم عليه السلام كيحس بألم غريب في البطن ديالو وحس بالضعف كيسري في الجسد ديالو فلما غادي يزداد داك الألم صرخ آدم فنزل إليه جبريل عليه السلام فغادي يوصف ليه آدم عليه السلام بشنو كيحس فقال ليه جبريل إنه الجوع يا آدم فقال آدم الجوع شو غادي ندير يا جبريل فقال جبريل استطعم ربك فتذكر آدم عليه السلام ديك الأيام الخوالي اللي قضاها في الجنة والنعيم المقيم اللي كان كيعيش وسط منه بكى وبكات مع حواء عليهما السلام وبقاو تدعو مولانا تعالى باش أنه يطعمهم الجوع غادي وكي يسيطر على آدم عليه السلام غادي يغوت وبدا كيدعي مولانا متضرعا فيه وهنا ربي غادي يبعث ليه جبريل بسبعة حبات من حنطة فغادي يحطها في يديه فقال آدم ما أصنع بهذا شو غادي ندير بهذا الشيء قال لي جبريل حط هذا في الأرض داكشي اللي غادي يدير آدم فأنبت الله تبارك وتعالى من ساعته ثم أمر فحصد من بعد غادي أمره باش أنه يجمعه ويفركه بيديه ثم أمر باش أنه يدريه حتى أتاه بحجرين فطحنه وهنا أمره باش أنه يخبزه وغادي يجمع لي جبريل عليه السلام الحجر والحديد وغادي يقدحهم مع بعضياتهم فخرجت النار وهنا غادي يكون هو أول من خبز فقال جبريل عليه السلام دابا هاكل يا آدم رجع جبريل إلى السماء وأكل آدم وكلت حواء عليهما السلام وسكت لهم الجوع وبدأ القلب مع العقل في التفكير والشوق للجنة
بكى آدم وبكت حواء عليهما السلام على شنو فاتهم من نعيم الجنة، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا غادي يتوب مولانا تعالى على آدم وعلى حواء عليهما السلام. وقيل بلي أنا وآدم وحواء كانوا كيتكلموا مع بعضياتهم البعض باللغة العربية، واللي هي اللغة اللي تكلم بها جبريل عليه السلام، اللي هي أم اللغات. من بعد غادي تشتق منها اللغة السريانية، وهي كانت أول لغة كتب بها في الألواح مع بداية الكتابة بيد نبي الله إدريس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه لما سئل عن أول الرسل، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيت وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح، ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. لذا فاللغة العربية هي أصل اللغات المنطوقة، والسريانية هي أول اللغات المكتوبة. خلي عندكم هذه المعلومة، واللي هي مشتقة من العربية. اللغة العربية هي اللغة ديال الوحي، وهي اللغة المشتركة ما بين جميع الأنبياء والرسل. والدليل على ذلك هو حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، وما ذكره فيه عن تسليمه صلى الله عليه وسلم على عدد من الأنبياء والرسل وترحيبهم به، ثم حواره مع آدم بنفسه وإبراهيم ومع موسى عليه السلام حينما طالب منه باش أنه يرجع لمولانا باش يخفف العدد نتاع الصلوات المكتوبة. وجميع ذاك الكلام كامل اللي كان دار بيناتهم كان باللغة العربية، لأنه سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كيتكلم إلا العربية. وكذلك نبي الله هود وهو أول أنبياء، فبعد طوفان نوح العظيم وانتثار ذرية آدم إلا من ركب السفينة مع نوح، فلو كان نوح تكلم بلغة غير عربية ما تكلمش أصلا بها هود، ولكن هود كان كيتحدث بهذه اللغة اللي ورثها عن جده نوح. كذلك لغة سيدنا إبراهيم كانت العربية، وكذلك لما جاء في القصة المعروفة نتاع سيدنا إبراهيم لما خطب زوجة سيدنا إسماعيل وأوصها باش أنها تقول للزوج ديالها أنه يغير العتبة نتاع بابو، فسيدنا إسماعيل كان متزوج من القبيلة في أرض الجزيرة العربية، وكانوا كيهضروا كاملهم باللغة العربية. وذلك الحديث سيدنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة هو إسماعيل وهو ابن 10 سنين، أي أنه كان أفصح وأفضل من تكلم في العربية بين العرب. داكشي باش اللغة العربية هي الأصل، هي اللغة تاع النبيين والرسل، وقيل هي لغة أهل الجنة، الله يجعلنا منهم، والله تعالى أعلى وأعلم. نرجع لما آدم عليه السلام تاب الله تعالى، قال آدم عليه السلام المولانا يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال لي بلى. فقال ونفخت في من روحك؟ قال بلى. قال لي هل أنت راجعي إلى الجنة؟ فبدأ آدم كل يوم كيزداد الشوق دياله إلى ذاك النهار اللي غادي يرجع فيه الجنة، وبقى آدم كيعبد مولانا في الأرض وكيعمر فيها كما علمه عز وجل. فلما سال العمر تاع آدم جا واحد الملك ديال الموت، فقال لي سيدنا آدم قد عجلت يا ملك الموت، زعما زربتي، أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال لي ملك الموت بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم، فجحدت الدرية ديالو، ونسي، فنسي الدرية ديالو كاملة. داكشي باش ديما كنساو. فيومئذ أمر بالكتاب وشهود، أي شرع الله تعالى توثيق المعاملات ما بين الناس حتى أنه ما تضيعش الحقوق ما بين النسيان والجحود. ولما حضرت آدم عليه السلام الوفاة خبر الأبناء ديالو باش أنهم يشتهيوا ثمار من ثمار الجنة، فانطلق أبناؤه كيقلبوا على ديك الثمار، فلقوا الملائكة في الطريق ديالهم فسولوهم على الوجهة ديالهم، فقال أبناء آدم الملائكة بلي أنه باهم راه اشتهى ثمارا من الجنة، وبلي أنهم في طريقهم باش أنهم يجيبوها ليه. غادي تخبرهم الملائكة بلي أنه المهمة ديالهم راه سالات، فرجعوا في حالهم. وآدم تقبضت الروح ديالو، فغسلته الملائكة بالسدر والماء وكفنته بكفن من الجنة، وصلى عليه جبريل وخلفه الملائكة ومن ورائهم أبناء آدم، ثم غادي يحفروا ليه القبر ديالو ودخلوا فيه وداروا فوق منه التراب، ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم. وقيل تم دفنه في مكة، وقيل في بيت المقدس، ثم ماتت حواء من بعده بسنة واحدة وتدفنات مع آدم عليه السلام، ثم تولى شيت عليه السلام الأمر من بعد أبيه آدم عليه السلام من دول الإخوة ديالو، حيث كان
أفضل ولد آدم وأكثرهم شبها بأبيه، وكان آدم قد أوصى إليه بكتاب الله تعالى من بعده وأمره باش أنه يخفيه عن أخيه قابيل، حيتاش من بعد خلف أباه آدم عليه السلام في النبوة، فكان خير خلف سلف صلوات الله عليهم جميعا. هذه كانت حلقتنا الليلة اللي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم وريحت لكم الروح ديالكم وذكرتنا باول الخلق. وهنا غادي نقول لكم سالات الرحله ديالنا او سالات الحلقه ديالنا، غير هو قبل عفاكم جاوبوني على سؤال واحد، شنو هي اول لغه منطوقه وشنو هي اول لغه كانت مكتوبه؟ راني ذكرتها لكم وانا كنت نحكي لكم القصه. فلتحت غادي نقرا التعليق ديالكم ونشوفكم واش كنتو مركزين معايا ولا لا. دمتم في رعايه الله وحفظه، وسلام سلام.